قلي بنيم حديث أبرات أنا هو بيغمر أقصى لقلي ماك صلى الله عليه وسلم ليتني رأيت إخواني خوز قبراكاني خومم أدي قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله أو كلب ياوانا أو صحابانا ويقولين ما ويجوين ما لشرع لجنغ لبيناوي إسلام لبيناوي دفاع لبيغمر بمال وبسروة وبجان وبروح أو مهاجراني كهجرتي عن كل مكة ومكة نبيني ويتدوى فتح مكة فتح مكة كذو قرانا وبو مدينة كزنتو مالي خوي كزنتو باخو باخاتي خوي حرام بولا سريان شون كتو بجيو هجبو أخوائي تنابيو تيتو سري أما درسي كي زور زور قوري إموري أقري الله هجرتي أصحابك كان شاركين رزقار بو بدستي خويان كتيتيانا مانو منع كرابو همو صحابيكي مهاجر كوقتي خوي شوين في غمتة وتوبو مدينة خوي خلطي مكايا ممنوع بو بقرة وبو مكة بوناو مالو منالي بوناو ملكو ساماني كزنتو مالي خوي لزماني حضرتي عمرة بلخو ممنوع بو مدينة جبجي بيلن إلا بعد ان تعرض مدينة أبوان علي وبراي منين ألين أي في غمر إخوة إما براي توانين ألين نخير أنتم أصحابي إوا هاولو هاوري منن وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني براكانم أوانن كإيمان بمنه النومن ينديوا إن لأحدهم أجر 50 رجل كل يكي كان أجري بنجابي أبيه أبرسن قالوا 50 رجل منهم يا رسول الله يعني كل يكي كان أجري بنجابي لو بيواني زماني خويان أفرمي 50 رجل منكم طلقوا بنجال إيوة يعني الأصحاب كاني فبقى مش قولي مذاتي لي هل كين دنيا ساعات يا كبرا كان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة غرى نبي بصحة وعافية أمانها منامنة غرى نبي بحياة حياة ما هو كي زور زور كرتا وهذا بيبقرينو بأخواي قورا بس مهم أوي بروي كي سبيو بقرينو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.